الرجل الذي يدعي أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الظلم يختلف عن ظلم شخص عادي. القرآن الكريم يفرق بين الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية. لاحظوا هذه الآية المباركة، الله تعالى يخاطب زوجات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يقول: يا نساء النبي، زوجة النبي ليست امرأة عادية، تملك شخصية حقوقية، هذه زوجة النبي، هذا يعطيها مقام لا يمكن أن تقارن بامرأة أخرى. يا نساء النبي، من يأت منكن بفاحشة مبينة، يعني مرة زوجة النبي لا تصلي في بيتها صلاة الصبح عمدا وما حد ما يفتهم، هذه معصية. ولكن مرة زوجة النبي أمام الملأ لا تصلي صلاة الصبح، من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يعني ظاهرة، يضاعف لها العذاب ضعفين. الناس يقولون إذا زوجة النبي لا تصلي صلاة الصبح فما بالنا نحن. هذا العمل طالحا كان أو صالحا له إشعاع، له تأثير اجتماعي، يحدث تموجات اجتماعية. شخص يدعي أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله، يجلس في المكان الذي جلس فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، الظلم الذي يصدر منه يختلف عن الظلم الذي يصدر عن رجل عادي في بيته.